بسم الله الرحمن الرحيم. هل تتمنى أن تموت شهيدا في سبيل الله؟ الشهيد البطل بإذن الله سبحانه وتعالى محمد صلاح الذي مات شهيدا دفاعا عن أرضه وعن دينه وعن عرضه. إيه الفرق بيني وبينه؟ أو إيه الفرق بين حضرتك وبينه؟ أقول لحضرتك، أولا الموت في سبيل الله شهادة في سبيل الله منزلة ودرجة عالية لا يصل إليها إلا من يستحقه. قال أهل العلم أن أعظم ميتة وأكرم ميتة يموتها الإنسان هو أن يموت شهيدا في سبيل الله، وكلنا يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، ولكن القليل منا من يستحقها، قليل قوي. علشان كده الشهيد البطل محمد صلاح توافرت فيه الشروط التي لم تتوافر في ولم تتوافر فيك، فاختاره الله سبحانه وتعالى شهيدا في رحابه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى عن كرامة الشهيد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كمان الشهادة في سبيل الله لها كرامات ليست لغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الشهيد الذي مات في سبيل الله دفاعا عن أرضه أو عن دينه أو عن عرضه، يقاتل وقتل في سبيل الله كالشهيد البطل محمد صلاح. النبي بيقول إيه؟ مع أول قطرة من دمه تنزل على الأرض يرى مقعده من الجنة وتغفر له جميع ذنوبه ويشفع في 70 من أهله. عرفت بقى دلوقت إن هي كرامة ومنزلة ودرجة عظيمة لا يصل إليها إلا من اختاره الله، إلا من اصطفاه الله. فالشهيد البطل بإذن الله يستحقها لأنه توافرت فيه الشروط التي لم تتوافر فينا، فهنيئا له وهنيئا لنا وهنيئا لأهله، ونسأل الله أن يلحقنا به على خير.